وصلنا إلى أبرز الفيديوهات المتداولة خلال أسبوع على السوشيال ميديا. المقطع الأول متداول بشكل واسع لحادث حوفا في محافظة إربد شمالية الأردن. هذا الحادث أدى لوفاة 6 أشخاص من بينهم أطفال وإصابة آخرين. مديرية الأمن العام عللت سبب الحادث المؤلم باستعراض وتهور غير مسؤول، حيث كانت مركبتان تتسابقان بسرعة جنونية على الطريق الرابط بين بلدتي حوفا وقميم. هاي السيارة هاي التالي وراء اللي وقفت وراء بيني هاي السيارة هاي السيارة هاي التالي وراء اللي وقفت وراء بيني هاي السيارة. هذا الحادث غير المسؤول قتل فرحة أب انتظر 15 سنة حتى يرزق بالأطفال، إذ فقد بالحادث المروع 3 من أبنائه وزوجته، طبعا بحسب مقربين منه. ويسأل السائل: إلى متى هذا الاستهتار؟ إلى متى؟ الفيديو الثاني المتداول من الأردن أيضا هو رد النائب فواز الزعبي على رفض زميله صالح العرموطي تعديلات وردت من مجلس الأعيان في جلسة مناقشة البرلمان قانون البيانات الشخصية. سيد الرئيس، مشروع هذا القانون هو جاء لمستقبل المصلحة العامة لهذا الوطن، وهناك قال الزميل أبو عماد إنه الأعيان غلطوا، الإمام عندما يقوم في الصلاة يغلط ويرده الخلفي، الخلف الإمام يقول له أنت غلطت في الآية، بجوز إحنا غلطنا والإمام تبعنا هو الأعيان قالوا نرده الآية لما كان عليه. لذلك أنا مع قانون الأعيان، أنا مع قانون. وهناك وزير سابق لديه كل معلومات الشعب الأردني أسس شركة، ما في داعي نناقش يا أبو عماد. شكرا يا سيدي. هذه واحدة من آخر جلسات مجلس النواب في الأردن. الفيديو التالي: تمكن فريق من طلبة قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك من إنجاز وتطوير خلطة خرسانية تمتص الضوء الشمسي خلال النهار وتعكسه ليلا بمدة انبعاث تصل إلى 8 ساعات. كل إبداع وكل مبدع يحتاج إلى حاضنة حتى ينمي هذا الإبداع. ضجة كبيرة على السوشيال ميديا في فلسطين بعد أحداث طول كرم، فماذا حدث؟ نبقى مع هذا المقطع الذي يتضمن مشاهد متداولة لشبكة قدس. هذا في فلسطين المحتلة. أما الكرة الأرضية فقد شهدت ظاهرة نادرة مساء الأربعاء وهي القمر الأزرق العملاق. ذكرت الجمعية الفلكية الأردنية أن هذه الظاهرة تتكرر كل 3 سنوات تقريبا،
أما ظاهرة البدر العملاق وهو القمر الذي يقترب من مداره حول الأرض من الحضيض فتتكرر من 3 إلى 4 مرات في السنة. وبينت أن تزامن الظاهرتين كما حدث فجر الخميس يعتبر نادراً إذ نحتاج إلى 14 سنة لنراها مجدداً، والله أعلم. سبحان الله على هذا المظهر العظيم. طبعا هذه المشاهد كانت بعدسة المصور ناشط السوشيال ميديا على الإطباخي. الفيديو التالي للحظة رفع الأذان في مبنى بلدية نيويورك الأمريكية، وجاء بعد توقيع عمدة المدينة إريك آدمز مرسوما يسمح برفع الأذان بطلب من الجالية المسلمة في نيويورك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد. تخيلوا الأذان يرفع في مدينة كنيويورك. يشار إلى أنه بموجب القرار سيتم رفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في أوقات صلاة الجمعة فقط، وأذان المغرب في شهر رمضان المبارك. وثق مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا لحظة وقوع حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المروع بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء واصطدمت بسيارة أخرى. هذا الحادث تسبب بوفاة شخصين وإصابة آخرين، وأثار الفيديو ردود فعل واسعة جداً. الاستهتار في الشوارع وفي الطرقات في كل العالم مع الأسف. حالياً يجري التحقيق في هذا الحادث، وقد تصدر واسم حادث الفاشينيستا منصة إكس. رونالدو يرقص على الطريقة السعودية بعد تسجيله هدف السبق لفريق النصر في مرمى الشباب السعودي. مصراوي رونالدو على الرقصة المصراوية. نصراوي رونالدو على الرقصة النصراوية. نصراوي رونالدو على الرقصة النصراوية. بلزموا العباية والشماغ فقط رونالدو لتكتمل. وزير التربية والتعليم الفرنسي كابرييل أتال يعلن سعيه لإصدار قانون يقضي بحظر العباءة الإسلامية في المدارس الفرنسية في مقطع متداول. considérablement accru avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair et j'ai eu l'occasion de le dire. L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles. جميع الدول ما زالت تتغنى بحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقدات الدينية. على العموم وزارة التربية الفرنسية قررت فعلا منع الطالبات من ارتداء العباءات داخل المدارس الحكومية بداية العام الدراسي الجديد مطلع الشهر المقبل بحجة انتهاكها القوانين العلمانية للدولة. ومنعت فرنسا في 2004 ارتداء الحجاب في المدارس، وبعد 6 أعوام منعت كذلك النقاب في الأماكن العامة ضمن قرارات تسبب غضباً واسعاً في الأوساط المسلمة والحقوقية في البلاد وخارج فرنسا أيضاً. انهيار صخري ضخم في وادي موريان في منطقة سافوا في فرنسا.
حيث اصطدمت عدة كتل صخرية يبلغ حجمها حوالي 700 متر مكعب بحاجز تم تركيبه على طريق فرعي. أدى هذا الانهيار إلى توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا. طبعا لا علاقة لهذا الفيديو بالفيديو السابق، لكنه آية من آيات الله في هذا الكون. المقطع الأخير والذي لقي تفاعلا كبيرا جدا لفتاة تركية أعلنت إتمامها حفظ القرآن الكريم، فكيف كان رد فعلها؟ Şaka gibi ben hafızlığı bitirdim ama hala inanamıyorum. Açıyorum ben okuyorum. Bakıyorum şaka gibi Allah bana nasip et. Bu kadar güzel bir şey. Ağlayınca da çok çirkin oluyorum. Ne zorluklarla yaptım babama rağmen. Kursuma rağmen, hocalarıma rağmen. Çok içindeyim hala. Ben hafız oldu. Şu an hepsi bunun benim.